كم واحد ربنا كلمه في المؤتمر بحاجة حقيقية عايز يبدأ بداية جديدة فيها؟ طيب رائع. الحاجات دي متقاومة من إبليس، فأنا عايز أقول لحضرتك حاجة قد تساعدك. الكتاب بيتكلم كده، بس أنا بشوف امسح لي الذي أقول لك عليه عنه. مش كل الناس ينفع. قال له أنا هحدد لك حد بناء على إيه؟ بناء على أمور جواه جاهزة أن رب يمسحه. أنا هقول لك حاجة كتابية ونكمل، نغطس غطسة تاني كده، هتحس ندخل في حتة ونخرج في آخر الاجتماع أنت كأنك كنت في حتة تانية، زي ما رب عمل معانا امبارح والنهاردة هيعمل معانا كمان بالليل. الشكر، الشكر هو أحد الوسائل اللي مجهولة لحد الآن، مش قادرين نستخدمها كما الله حطتها. كتاب بيقول في مزمور 8 عدد 2، من أفواه الأطفال ورضع أسست حمدا. القاعة دي كده بص كم عمود متأسسة عليه، كم عمود ملكوت الله متأسس على عمدان، على أسس عمل الدم، عمل النعم، حاجات من ضمنها الشكر. ربنا حطه مخصوص علشان يحمينا. من أفواه الأطفال ورضع أسست الحمد، حطيت أساسات للحمد بسبب الأضداد. يعني أنا لما تيجي بنتي تقول لي يا بابا أنا كل ما بمشي بخرج في ناس بتضايقني، واقفين باستمرار دايما يضايقوني ويعكسوني، مرة في مرة في مرة، فأنا قمت جاي معين لها بودي جارد. سامحوني في المثل عشان هيقرب ده اللي أنا عايز أقوله. شغلت واحد معها بودي جارد يمشي معاها في الرايحة واللي جاية، فكانوا اللي بيضايقوها بطلوا يضايقوها، المضايقين بتوعها بطلوا يضايقوها. رب قال لي مع المثل الشكر أنا حاططه لكم بودي جارد بسبب الأضداد يوقفهم لتسكتهم بالظبط، واحنا مش قادرين نستخدمه. الكتاب بيقول في فيليبي 4 عدد 6، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم. طب ما احنا بنصلي كتير وفي طلبات ما تستجابش، العيب فين؟ عشان عندك طلبة وعندك احتياج وحط قصاد عينك وعايز تكمل عليه، تأكد ان كل مقاومات العدو أضداد العدو هتقف عشان تعطلهولك. بس في معونة سماوية انا رب عايز يفتح عينك عليها هتساعدك في الامر، اللي هي ايه؟ اللي هي الشكر. اشارك حضرتك في جزء موجود في ملوك، في 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 دانيال 10 من عدد 11، بيتكلم على لما دانيال رفع قلبه لله بالصلاة. ممكن تجاوبوني الصلاة وصلت لله امتى؟ لا، هي وصلت لله في اول يوم رفع قلبه، لكن استجابت عند دانيال بعد قد ايه؟ الله وبعد جبرائيل يقول لدانيال انك راجل محبوب وصلاتك استجيبت، لكن رغم رضا الله وموافقته على صلاه دانيال اتعطلت الصلاه. حبسوه ملوك فارس اللي هم كانوا 127 رئيس، طلعوا عملوا رباطية على جبرائيل، جبرائيل المسؤول عن نقل الرسائل والبشائر ما بين الله والبشر. طلعوا حجزوا جبرائيل عندهم، يقول كده وأنا أبقيت عند ملوك فارس 21 يوم إلى أن جاء ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، لأن ميخائيل مختص بالحرب الروحية، جبرائيل مختص بنقل الرسائل والبشائر. لما جه ميخائيل دخل الحرب طلع جبرائيل، وصل لدانيال بعد 21 يوم. اللي انا عايز اقول لي دي ايه؟ نرجع لفيليب 4، هي وصفه وشده، لازم الثلاثه يبقوا موجودين، صلاه دعاء شكر. الدعاء اللي هو التوسل، الدعاء اللي هو الحاله اللي انت حالتك وانت بتتكلم قصاد رب بمنتهى الاتضاع والرجاء. طب الصلاه، الصلاة بترفع طلبتك لله. طب ما مش ممكن زي ما حصل مع دانيال الاستجابة تعطل؟ الشكر يمنع عطلة الاستجابة لتسكيت عدو ومنتقم. يبقى الصلاة بترفع الطلبة والشكر يمنع إبليس انه يعطلك الطلبة. فلو انت ليك طلبة عند الله، او انت مصمم، وانا اشجعك على كده، او لان عمل ربنا مش سلق، عمل ربنا مش خفيف،
اهو انا حاولت وفشلت. لا، ده في تصميم ان انا اوصل للرب. مش رخيص يا جماعه، والعشره معاه مش رخيصه عشان اول زلطايه تطلع من تخرجني بره التراك. كل قوات الظلم هتقاومك، ولا سيما الايام دي، وانت محتاج ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفوه. انا بشجعك انك انت تعمل كده، انك انت تكتر الشك، يسكت العدو. عشان كده تعلم طلباتك واللي في قلبك، الاستجابات بتيجي بسرعه لما الثلاثه يتموا، صلاه ودعاء مع الشك. خلطه لازم الثلاثه. ممكن لو انت صليت بس، انا ما بقللش من اجل من الشك ولا الصلاه، لا، انا بقول لك يا رب له مقاصد في امور هو فاهم بيقول ايه، ما قالهاش اعتباطا. فلو انت ليك مقاصد عند رب انك تكمل ارجوك، دخل الشك مع صلاتك ومكوسك قصاد الرب عشان يسكت العدو اللي بيشتكي عليه. هنكمل في الخط بتاعنا، هنكمل ناخد وقت كده نغطس قصاد الرب. انت فاكر انت طلبت ايه من الله؟ عايز اقرا عليك جزء في ملوك الاول 19 وندخل بقى كده نعبد ربنا. ملوك الاول 19، حست اليشع لما ايليا رمى الرداء على اليشع، كان بيحرد في الفدان الكام؟ حد فاكر بقى واخد باله؟ ال 12، هم كانوا 12 فدان. الراجل تعب في 11 فدان، وهو في ال 12، وده مش جاي صدفة. كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا إنك تقدر تميز إيه المهم وإيه الأهم، إيه الأولوية وإيه اللي رقم اتنين. بيقول كده: فذهب من هناك ووجد إليشع ابن شفاط يحوس وإثنى عشر زوج بكر قدامه وهو مع الثاني عشر، فمر إلي به وطرح رداءه عليه، فترك البقر وركض وراء إلي وقال: دعني أقبل أبي. هو عارف إن دي دعوة، عارف إن دي حاجة من الله لحياته إلي. قال له: دعني أقبل أبي وأمي وأسي وراءك. فقال له: اذهب راجعا، لأنه ماذا فعلت لك؟ اللي أنت عايزه عمله. عايز تمشي مع رب يمشي، مش عايز تمشي ما تمشيش، القرار قرارك. عمل إليشع، ساب ال 12 فدان، ساب الليله وخد المحاريت وقدم ذبيحه لله. عشان كده خد اتنين من روح إليه. كل موقف انت بتدفع ثمنه عشان رب يشوفك انك بتدفع ثمنه وانت بتقرب منه، يشوف قد ايه انت شريه، هو بيرد اضعاف. خد اتنين من روح إليه. انا بشجعك انك تكمل في اللي رب يكلمك عليه. أرجو خمض عينك وانت قاعد، افتكر اللي الله كلمك عليه. هناخد وقت كده نغطس، سامحوني كل الوقت كان هيبقى عبادة، قليل قوي في التسبيح، عشان دي اللي هتساعدك تشدد قلبك في القرارات اللي انت خدتها. العبادة أكتر من التسبيح تشدد قلبك. بفكرك الرب كلمك عليه، قل له: اديني معونة، أنا من غيرك ما سويش. خد دقيقة كمان، الرب بيكلمك عليه. اوعى تتعامل برخص مع الرب وكأنه امر هين. انت لو جالك تليفون مهم في وسط ناس، بتسيب الناس كلها وتجري في حتة فاضية عشان تركز مع الكلام اللي انت بتقوله. تعامل مع الرب مش كأوبشن من ضمن الحياة، ده هو الحياة ذاتها. في واحد هيقول للرب كده: من غيرك ما اقدرش اعيش يا رب، انت نفسي وشهيقي، ما اقدرش اعيش من غير شهيقي يا رب. صمم قلبي يجري ويقول له: بحبك يا حبيبي.
صمم قلبي يجري ويقول بحبك يا حبيبي. وجلس قلبي بقربه وفضل في ظل الصليب صمم قلبي يجري ويقول بحبك يا حبيبي. وجلس قلبي بقربه وفضل في ظل الصليب صمم What?
يسوع لما عيني تشوفك رح يملاني خوفك والوري يسوع ادخل إليك بتوبة وخشوع قاضي ماشي وعلي عليك على بدك يسوع يا بدك ماشي بدخل إليك وشوع قريبة شدة وعيني عليك سمعه قل له أنا عيني عليك يا رب بدخل إليك بتوبة وخشوع قريبة شدة وعيني عليك على بدك مرة كمان سر قل له بدخل وعلي عليك على بدك هنعدها مرة واثنين اسمع يا رب بدخل إليك بتوبة وخشوع طلبي ماشي وعلي عليك على بدك يسوع صمم قلبي يجري ويقول محبك يا حبيبي وجلس قلبي بقربه خبوا عايزك تقولها بصيغة البخاري صمم قلبي يجري ويقول لك محبك يا حبيبي وجلس قلبي افتح عينيا اللي خلى أشعياء يتشدد ويرجع بعد ما كان جاي فشلان ويقول نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس لأن عيني قد رأت الملك خرج من المشهد أشعياء آخر أرجوك كله عايز أشوفك حي هو رب الذي أنا واقف أمامه ربنا ما عندوش مشكلة في ضعفاتي عنده مشكلة في عدم احترامي لي وعدم هيبتي لي ان انا مش حطه في الحسبان هيجي لوحده وهو الحيطة الميلة دايما قل له افتح عيني وقت النهاردة علاقة الترنيم كلها تخدم في الحتة دي عايزك تدوب استفاد بالوقت مش هتلاقي نار زي كده مش هتلاقي جسد المسيح اللي مشتاق كله ملتهب يساعدك انك تاخد قرارات قل لنا انا خايف لما اخرج افشل لن يعطينا روح الفشل يعطي المعي قدره والعديم القوه يكسر الشده هو في ظهرك لو انت شريع عمره ما هيبيعك عمره
جاي بفكر وانا متحير ليه احبيني فادية جاي بفكر وانا متحير ليه احبيني فادية على حبي للصغير ولا عالضعف اللي فيا جاي بفكر وانا متحير ليه احبيني فادية على حبي للصغير ولا عالضعف اللي فيا لذا بصرخ عايزة تغير لذا بصرخ عايزة تغير لذا بصرخ عايزة تغير لذا بصرخ عايزة تغير نفسي أرضك يا راعية نفسي أرضك يا راعية اللي مالي تفديه اقتراري ربي لي وطلبة تحقيق وانا ماسل بيدك اللي مالي تفديه اقتراري ربي لي وطلبة تحقيق بفكر وانا متحير ليه احبيني فادية على حبي للصغير ولا عالضعف اللي فيا جاي بفكر وانا متحير ليه احبيني فادية على حبي للصغير ولا عالضعف اللي فيا اذا بصرخ عايزة اتغير ليزا بصرخ عايزة تغير ليزا بصرخ عايزة تغير ليزا بصرخ عايزة تغير نفسي أرضك يا راعية نفسي أرضك يا راعية قلبي سهران وبيستنى عنه يعرف يوم يرضيك لغرب مشتاق يتمنى طرفي على الايديك قلبي سهران وبيستنى عنه يعرف يوم يرضيك لغرب مشتاق يتمنى طرفي على الايديك وبصباحك يتغنى صلاحك يتغنى ويا لزمنا أوليك ويا لزمنا أوليك إن مالي تفكيري اقتراري ربي ليك وتربة تفكيري وأنا لازم فيك إن مالي تفكيري اقتراري ربي ليك وتربة وانا ماسل بإيديك في انتظارك ضعفي بان وكصبحي فجر ولاح وجمال عوض الرمال وكبحر عوض النواح في انتظارك ضعفي بان وكصبحي فجر ولاح وجمال عوض الرمال وفرح عوض النواح حبله عنك فيا زاد كده في أشعياء 10 ويكون في ذلك اليوم حمل يزول عن كتفك
ونيه عن عنقك ويتلف النير بسبب السمانة، سمانة حضور الله وجودك في مشيئته. اصنع يا رب، خد كل رب كده اللي طالبينك من كل القلب، انت عارفهم، محدش ينفع يضحك عليك يا إلهنا حاشا، لكن انت واقف في ظهرنا بتشددنا لأن عايزنا في الحتة الدافية دي اللي مليانة سمانة حضورك يا رب، حضورك اللي يكسر كل نير يا رب، حضورك حضورك. في انتظارك ضعفي بان وكصبحي فجر لاح، وجمال عوض رماد وفرح عوض النواح. في انتظارك ضعفي بان وكصبحي فجر لاح، وجمال عوض رماد وفرح عوض النواح. حبل عنك في يزال، حبل عنك في يزال، والنير والنير عن عنقي راح، والنير عن عنقي راح. إجبالي تبكيلي ناري ربي، قلبي تتغييري وانا باسر بالجدي. إجبالي تبكيلي ناري ربي، قلبي تتغييري وانا باسر بالجدي. قل له اشكرك من اجل النعمه اللي ضمنالي مشواري، اشكرك من اجل النعمه اللي مخلياني في عينك جميل بلا عيب. ارجوك اشكر اشكر. قل له اشكرك من اجل الدم اللي اتسفك اللي بيجرأني كل ما اقع وتهرب ثقتي. دمي دمك ليا جرأة بالدخول قدامك بدمك. قل له اشكرك من اجل دمك. ارجوك قل له قل له اشكرك من اجل نعمتك، لولا نعمتك ولا حاجة أنا، نعمتك خلتني حاجة أدخل قدام عرشك في كل مرة، أنا الرحمة ومعونة. إلهي ما أبهرك، ما أعظم قيمك، فعيشي في رضا لذا انتظرت، لذا انتظرتك. قل له انا مستنيك وعيني نحوك كتحتضنك. قل من قلبك تشتنينا وخلاص، هو بيراعي وبيشوف. إلهي إلهي ما وعمق رحمتك
بفضل بفضلنا. اسمع يا رب، اسمع يا ربنا، اتحنن علينا. Smoke out.
سيد نفسي. اديني قلب جديد اتقابل به معاك. ايوه رب، انا قلبي مليان زحمه وارتباك، انا عايز اقعد معاك كده اسبوع ما افكرش الا فيك انت بس، تبقى مالي العين والقلب والفكر. انا قلبي مليان زحمه قوي، مش قادر استمتع بيك. انت تقدر تديني قلب جديد، انت تقدر تديني قلب جديد، انت تقدر تديني قلب جديد استمتع بيه، وانا معاك وانا بخدمك وانا بتحرك. اديني قلب جديد اتقابل به معاك، ده قلب الحالي تاه في الزحمة والارتباك. اديني قلب جديد اتقابل به معاك، ده قلب الحالي تاه في الزحمة والارتباك. محتاج روحك يحييني ويغير قلبي فيا، لمستك تشفيني تسقط قشور عينيا. محتاج روحك يحييني ويغير قلبي فيا، لمستك تشفيني تسقط قشور عينيا. بحضرك امتياز وكنز في قلبي غالي، وترضى وملاذ يرخص لي اي غالي. بحضرك امتياز وكنز في قلبي غالي، وترضى وملاذ يرخص لي اي غالي. حب اكبر جوا جوفي مش هرضى يكون اسير، ده ضعفي وخوفي محتار لازم يطير. حب اكبر جوا جوفي مش هرضى يكون اسير، ده ضعفي وخوفي. حب اكبر جوا جوفي مش هرضى يكون أسير، بل ضعفي وخوفي محتار لازم يطير. أصل الراحة سنيك إزاي محرطاني، بالحب اللي في عينيك هو ضماني أماني. أصل الراحة سنيك وإزاي محرطاني، وكنز في قلبي غالي، وترضى وملاس يرخص لي اي غالي. محضورك امتياز وكنز في قلبي غالي، وترضى وملاس يرخص لي اي غالي. محضورك اولويه والسطر من السطور، هدفي وغاية ليا في أوائل الأمور. بحضورك أولوية مش سطر من السطور، هدفي وغاية ليا في أوائل الأمور. ماشي وعيني عليك ومخبي جوا قلبي ومحوط حواليك. I'm not afraid.
الاهتياز وتمسك قلبي هاني وتلمع والملاز يرخص لي اي جاني بحضورك امتياز وتمسك قلبي هاني وتلمع والملاز يرخص لي اي جاني بحضورك اولوية مش سطر الزيتون هدفي وغاية ليا في أوائل الأمور بحضورك أولوية مش سطر الزيتون هدفي وغاية ليا في أوائل الأمور ماشي وعيني عليك ومخبي جوا قلبي وحوّق حواليك أصلاً يا ربي ماشي وعيني عليك هو قلبي وحوّق حواليك أصلاً يا ربي بحضورك امتياز وتنسف قلبي وتلمع وملاس يرخص لي أي غالي بحضورك امتياز وتنزف قلبي غالي وتلمع وملاس يرخص لي أي غالي اديني قلبي جديد اديني قلبي جديد أتقابل به معاك ده قلبي الحالي تاه في الزحمة ونادينا تعال نصلي أرجوك تحدي انت واللي جنبك تعال نصرخ نصرخ من أجل حضور الله في حياتنا أرجوك تعال ناخد وقت لو تقدر تتحد مع اللي جنبك اعمل كده لما تقدرش انت لوحدك اعمل كده قل له اديني قلبي جديد بقيت مشغول بالخدمة مشغول بأمور كتيرة عامل حسابي لأمور كتير لكن أنت مش عامل حساب ليك كفاية الصوخ من فضلك قول أنا مصدق فيك أنا مصدق في معونتك هتصنع مني إنسان آخر أنا مش عايز أكون في الزحمة أنا مش واحد مؤمن عادي في الزحمة أنا اللي عايز يكون لي أثر وسلطان أنا عايز يكون لي صداقة ما بيني وما بينك حي هو رب الذي أنا واقف أمامه شايفك كل الوقت أرجوك أصرخ صلي قل له اديني ده أنت مش سطر أنت مش سطر أنت يا رب في حياتي مش سطر من ضمن سطور كتيرة شغلاني ما ينفعش أقول لك كده ما ينفعش لا يليق بيك يا رب لا يليق بيك يا رب تبقى سطر من ضمن السطور بمن نشبهك بمن نسويك يا رب وأنت ليس لك مثيل يا رب اليوم ترى وتشبع من عمل إيدك من نفوس يا رب بتختارك تكون الأول في حياتها عيد تكريس يا رب جديد أنت اللي تصنع كده اقبل اقبل تكريس جديد يا رب بدايات جديدة يا رب مهما مر على الإيمان سنين طويلة اليوم تجدد تجدد كنسي شباب إيماننا وقوتنا يا رب أرجوك اصرخ من أجل حياتك لو أنت جد مع رب لازم هتصرخ الأمر يستاهل الصراخ حياة حقيقية عايزاها أنا مش عايزة تمثيلية أنا مش عايزة أعيش تمثيلية رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة لكن الحال كما هو بقاله سنين ما ماتش على الصليب عشان يخلق تمثيلية ولا يمات ناس مسلمة عشان ناس تسلم في ضعفها
مين زيي وانا ملك الملوك في ظهري؟ قوله مش هسيبك لما تباركني. اي بخنع بخنع، ايوه بخنع، لكن مش هسيبك لما تباركني. هو يحب كده، يحب اللغه دي. اسكب يا رب زيت جديد على حياتنا، اسكب يا رب زيت طري على حياتنا، اسكب. يا قلبي يسوع وانا فاصل مره تانيه.
بس احنا الاتنين قلبي مفتوح
شوية. قول كما يتوقف الأب على بني يتوقف الرب عليك على خائفين. كم واحد يعرف التنمية دي؟ يا ده مش جديدة يعني.
الاساس عايز نخلص، بس انا هنعيد التنيمة دي، بس مش عايز وشك بيقول لك كما يتوقف الاب. بص على جنبك شوفه مبتسم بس في السماء قدي كده صغيره، بس اطمن انه مبتسم. ده بيتوقف ويتوقف ويتوقف ويرحم ويرحم ويرحم، ونعمه فوق نعمه فوق نعمه. احنا نلاقي اب يعمل زي كده ازاي؟ وازاي ما نتهكش؟ يعطي المعي قدره وعديم القوه يكسر شده. يا أبانا بكل الشكر واقف في ظهرنا، أنت اللي سندنا، مطمنين عليك مش علينا، مطمنين على صلاتك، مطمنين على حمايتك، مطمنين مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك أبدا. أنت اللي أمرت بالخير والرحمة يتبعانا، لكل الكرامة، لكل العظمة، لكل الشكر، لكل الحمد، لكل الإكرام، لكل السيادة، لكل السلطان. وحدك يا يسوع يا من ذبحت عشان تؤهلنا للحياة دي الفرحانة بيك يا رب. شكرا شكرا يا يسوع الحي. آمين. تفضل.
هاليلويا. الحقيقة أنا شايف حضور مختلف ومجد الرب زي سحابة كده. عارفين في القديم الشكينة كانت سحابة أمام الشعب في النهار وعمود نار وراء الشعب. الشكينة عمود نار حول المكان. الشكينة تعني حضور الله القوي. حضور الله يا أعزائي يلمس الآن كل واحد. دي مش مشاعر ولا عواطف، لكن دي حقيقة. الله بيلمسك، الله بيمد إيده عليك. أنت مختار من الله، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، زي ما بيقول الرسول في أفسس. المسحة هي اختيار الله للمؤمن عشان يمسحه. انت مختار. رب اختار داود وطلب من صموئيل وقال له روح امسح لي الذي أقول لك عنه. كان يقصد صموئيل، عشان كده جابوا الستة إخواته ورفضهم الرب، لكن اختار صموئيل عشان يمسحه. يمسحه بالقوة، يمسحه بالحضور الإلهي. أنت مختار من الله، عشان كده الرب جابك النهاردة عشان يمسحك، عشان يملاك بالقوة. المسحة هي قوة الله التي تتفجر في قلبك فتعطيك القوة وتعطيك الحياة المنتصرة التي تقدر تستهزئ بالخطية وتحتقرها وتعيش مترفع مرفوع الرأس، منتصر غالب، بطل من أبطال الرب. المسحة يا أعزائي هي حضور الروح القدس اللي يشكل فيك واللي يزين حياتك واللي يجمل حياتك. كل يوم كل يوم الرب بيعمل حاجة جواك، بيعمل حاجة جوا ذهنك، بيفتح ذهنك، بيديك استنارة، بيفتح حاجة، بيعمل حاجة جوا قلبك، بيحط في قلبك محبة المسيح، بيحط في قلبك حنان المسيح، بيحط جواك الحماس والغيرة لعمل الرب. يقعد يصور فيك، يصور فيك لغاية ما يطبع صورته فيك، لغاية ما تنعكس حياة يسوع فتصير متحد بيسوع. في المتحد يعني ايه بيسوع؟ يعني يسوع يتجسد فيك بالروح القدس. بنرفع ايده معايا، يسوع يحل فيكم بالإيمان. يسوع يحل فيك بالإيمان يعني ايه؟ يعني يتجسد فيك. هللويا. ليحل المسيح فيكم بالإيمان وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. يزين بيت جماله. الكتاب بيقول كده في أشعياء، وزين ايه؟ بيت جماله. مبارك. خليك في صورة بهية جميلة من هذه الطالعة من البرية، مستندة على حبيبها، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. من يسافة جدا للرب يحسن. ده عمل الروح القدس فيك، يجمل حياتك. عارفين أجمل صورة يعملها الروح القدس فينا؟ الكتاب عنها في سفر نشيد الأنشاد، الحبيبة جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. يعني تبقى ملك للرب، يبقى الرب هو الوحيد الظاهر والمسيطر والسيد والقائد في حياتك.
هو ده اللي بيعمله الروح القدس عشان يجعلك رجل آخر. عارف يبقى كتاب قال عنه ايه؟ انسان. قول معايا انسان الله. ارفع ايدك كده قول انا انسان الله. صوت عالي انا انسان الله. لا انا مش سامع. انا انسان الله. انا ممتلئ بكل من الله. صوت عالي انا ممتلئ بكل من الله. الروح القدس يملاك بكل من الله. يملاك الى قياس قامت ملء المسيح. هللويا. تبقى فايض. تبقى مليان بانهار النعمة اللي تغمرك. من يؤمن بي كما قال الكتاب ايه؟ تجري. تبقى مش نهر واحد. نهر واحد بيروي مصر كلها. لكن انهار النعمة تروي اراضي. هللويا. الرب يستخدمك ويباركك ويديك اتساع وامتداد. سقف سقف جامد للرب. الله عاوز يغير صورتك. الله عاوز يعمل تشكيله جديده. هتديله فرصه؟ تديله فرصه النهارده؟ قول يا رب. ارفع ايدك معايا قول يا رب انا متاح ليك النهارده. انا متاح تيجي وتحل بكل ملئك جوايا يا رب. انا متاح ليك تيجي وتعمل حاجه جديده جوه حياتي يا رب. يا اعزائي الرب عاوز رجاله. خلي بالكم المملوء بالروح القدس واللي فتح حياته على الرب خلي بالك هو رجل الساعه. رجل الساعه المعد للاستخدام في الايام اللي جايه. الله عاوز رجال مثل هؤلاء يا عزيزي. رجال يروا ما لا يرى. يستهزئون بالواقع. هللويا. لا يحتقرون العيان ويمتلكون مواعيد الله ويصدقون الله. تصدق النهارده الرب اداك معونه ومسحه؟ ارفع ايدك كده معايا. كلنا نقف قدام الرب يا عزيزي. كلنا نقف. مش حد يقف. مش حد يقعد. كلنا نقف قدام الرب. ارفع ايدك كده يا رب. بشكرك. انا جنه مغلقه. صوت عالي. انا جنه مغلقه. انا عين مقفله. انا ينبوع مفتوح. انا للرب. صوت عالي. انا للرب. انا للرب. انا للرب. هللويا. رب اشكرك لاجل هذا الشعب. اشكرك لاجل هذه الكنيسه يا رب اللي اتكلمت عنها بنبوه في هذه الايام ولا سيما الساعات القليله الماضيه. انك تملا شعبك في هذا المكان وتفيض في شعبك بانهار وتغمر شعبك يا رب ليروي ارض مصر باسم الرب يسوع من خلال الكلمه النبويه من خلال روح الحياه في كل واحد باسم المسيح. امين. هللويا. لسه دي يعني ايه عاوز اقول ذوقوا ويعني مجرد بس دوائان. لكن دلوقتي هنيجي للدسم. هنشبع بكلمه يقول عنها الكتاب ايه؟ بسماء ممخه. سماء ايه؟ سماء ممخه. ونشرب الحلو. نشرب الحلو. هذه المراه القديسه قديسه العصر اختنا الدكتوره مشيل كورال اللي ترجم لها الكلام ده. هذه المرأة وضعت نفسها وحياتها للرب بالكامل. امرأة مكرسة مخصصة للرب. في يوم واحد عزمنا في اسكندرية اسمه حبيب وقعدنا في المنتزه ساعتين تغدينا وقعدنا شوية. هي قالت كده قالت أنا لأول مرة أقعد ساعتين بعيدة عن الكتاب المقدس. يعني طول الوقت عزائي وعينيها في كلمة الله وحياتها ملتهبة من خلال عمل الروح القدس فيها. أنا رحت كنيستها مرات ومرات وخدمت هناك. امرأة قديسة حقا. روح القدس سماء مفتوحة عليها يا عزائي. كلمات قوية تبني الكنيسة في أمريكا في أماكن كثيرة في العالم. عشان كده احنا بنرحب بيها لأنها اختارت مصر. ترحيب جامد قوي يا عزيزي.
أنا بتعجب في الحالة بتاعت الأخ الفاضل زوجها في الظروف الصعبة يعني صعبة جدا، لكن في محبة المسيح بيتفانوا في خدمة الله. يا عزيزي كلنا شايفين عمل الله فيهم، عشان كده الرب باركهم وسيباركهم، وسوف نرى عمل عظيم في هذه الليلة من خلالهم. بإذن يستخدم الرب ضعفهم، مبارك اسم الرب، لقوة وانتصار لحياتنا الروحية في مصر باسم المسيح. كلنا نسقف مرة تانية لدكتورة شيرين الكرار. فضل كمان الأخت أماني، دي سافة جامدة يعني. Praise God. Magda al-Rab. Amen. Thank you so much, Pastor Arion and Pastor Philemon. We thank you so much for always hosting our conference that we put on annually here in Egypt for all the pastors and leaders. بنشكر الأسيس عريان والأسيس فليمون عشان كل مرة هما بيرتبوا للمؤتمرات بتاعتنا هنا وفي مصر، وبشكر كل القادة والخدام اللي بيجوا يحضروا. It's such an honor to be together from various different backgrounds and faiths. الحقيقة فخر وشرف إن إحنا نكون متجمعين مع بعض من خلفيات مسيحية مختلفة. And it is, I want to thank everyone for working so hard to make this conference such a success. وأنا بشكر كل حد اشتغل بجد عشان ينجح هذا. And our wonderful missionary that comes here on behalf of our ministry and so many other ministries, and that is Brother Trey Sims. Where are you, Brother Trey? We want to say we love you and appreciate you. You're in the back. Please, can we give Brother Trey a great big God bless you. الحقيقة كمان أنا بشكر كل المرسلين اللي بيجوا يمثلوا خدمتنا وبيساعدونا في الخدمة هنا. أنا بشكر كمان أخونا تري لأجل خدمته وعمله. أخونا تري واقف هناك في الآخر، يا ريت نديله يد. Thank you so much. Tonight, before I just have the team stand up, I want to honor my husband. النهاردة قبل ما أطلب من الفريق بتاعي أنه يقف، أنا عايزة أكرم زوجي. For over 40 years. لأكثر من 40 سنة. It's 43 years for us. 43 سنة بالنسبة لنا. And the Lord is so good. والرب مازال صالح لينا جدا. In 1980, we came here together to Egypt. 1980 إحنا جينا مع بعض هنا في مصر. And I believe in Pastor Mishriki's church, they were showing me pictures today of my mother when she also came. الحقيقة أنا بفتكر كمان الكنيسة بتاعة الأسيس سموئيل مشرقي لما أمي كمان جت معنا في إحدى الزيارات. And we love your country. إحنا بنحب بلدكم. And we know that God has blessed Egypt. وعارفين إن الرب بارك مصر بالفعل. And this is Egypt's hour. This is the hour for the believers, for those who have been so faithful to the gospel. God is going to bless you so exceedingly. وهي دي ساعة مصر، ساعة الأمناء اللي خدموا الرب بجدية في الوقت اللي فات. الرب بسبب أمانتكم قدام الرب يجي الرب ويبارك بلدكم بسببكم. Several years ago, my husband was diagnosed with multiple illnesses. الحقيقة من كام سنة جوزي تم تشخيصه بأمراض عديدة مختلفة. He should not even be here. الحقيقة المفروض يعني حسب تقارير الأطباء. But he says till the day he dies, he's going to serve God. إنه ما ينفعش يكون موجود معايا، لكن إحنا قررنا إنه لغاية يوم ما ماتوا هو هيفضل يخدم الرب. And God has hallelujah. We have already made a decision that as long as he is able to walk and he is able to still come, we will never be separated in our travels. وقررنا انه طالما هو قادر يسافر معايا عمرنا ما هننفصل في سفرياتنا لاجل الخدمه. And I say this to you so that you understand
It is the greatest privilege of my life to take care of my husband. وأنا بقول ده عشان تفهموا إنه أعظم امتياز ليا شخصيا هو إني أخدم زوجي. Because I'm taking care of the man of God. لأنه أنا بهتم برجل الله قبل ما يكون جوزي. And I'm taking care of Jesus in his disguise in my husband's illness. وباخد بالي من يسوع اللي موجود في شخص زوجي اللي جايز يكون مريض النهاردة. And when you, Jesus said, when you did it to me. ويسوع قال فمتى فعلتم هذا بأحد إخواتي الأصغر؟ You can preach the gospel on five fingers. فبي قد فعلتم. You did it to me. الإنجيل بيتجمع في خمس كلمات. فعلتم هذا لي. في العربي When I was hungry, you gave me to eat. Sorry. When I was hungry, you gave me to eat. الرب يسوع قال لما جعت أطعمتموني. When I was thirsty, you gave me to drink. لما عطشت سقيتموني. And when I was your sick husband, you took care of me. ولما كنت أنا حي في جوزك المريض، أنت خدتي بالك مني. Love begins in the home. الحقيقة المحبة الحقيقية تبتدي جوا البيت. And if there is no love in the home, then I better pack up my bags and not preach the gospel anymore. ولو مش عارفة أحب جوا بيتي، الأفضل بالنسبة لي ألم شنطي وأرجع وما أخدمش تاني. Love, we must love, beloved brothers and sisters. Love is not something that you just feel emotionally. الحقيقة المحبة هي مش مجرد شوية مشاعر بس. Love requires sacrifice. المحبة بتتطلب تضحيات. And that's what love is all about. هو ده مفهوم ومعنى المحبة. Many of you have sacrificed your whole lives for those who you love. ناس كتيرة مننا ضحت بحياتها لأجل أشخاص محبوبين وغاليين على قلوبهم. Not just because you want something in return. مش لأنه أنت مستني حاجة كرد فعل أو مقابل المحبة اللي بتقدمها. But we are commanded by Jesus to love one another. لكن إحنا يسوع أمرنا إنه نحب بعضنا البعض. And sometimes we need to love until it hurts. وأحيانا مطلوب مننا إن إحنا نحب لغاية ما المحبة دي تكون مكلفة وبتوجع. That means we stretch beyond ourselves to pour out for someone else. إنه يعني المحبة تخليني أذهب من أبعد من قدراتي وأبعد من اللي أقدر عليه لأجل شخص آخر. Hallelujah, praise God. مجد للرب. So let us just, I'm asking you now to stretch your hands and let us ask the Lord's anointing on His word. خلونا نرفع إيدينا ونطلب مسحة من الرب على وقتنا. Heavenly Father, we did not come here tonight to see man or hear man. يا رب لم نأتي لهذا المكان لنرى إنسان أو نسمع إنسان. لكن أتينا الليلة. To lift up the glorious and matchless name of Jesus. عشان نمجد اسم يسوع ونرفع اسم يسوع. The Lord God, we ask for an anointing in this place. يا رب بنسأل مسحة في هذا المكان. We ask that you would teach us how to yield to the Holy Spirit. علمنا ازاي نخضع لعمل الروح القدس. Lord, we know that everyone that is here is ready to receive a miracle. يا رب بنعرف ان كل حد موجود هنا هو مستعد انه يستقبل معجزة. We are in position for the miraculous. يا رب احنا في موضع وفي مكان ننتظر فيه امور معجزية. We have stepped out in faith tonight, believing God for the impossible. جينا النهاردة بإيمان نسأل الله لأجل المعجزات. And now, Lord God, we thank you that you've called us to a life of the impossible. وبنشكرك يا رب لأنك دعيتنا لحياة هي حياة المستحيل. لنؤمن بيك تجاه المستحيل. Now, Lord Jesus, release the anointing as we've never seen it before. يا رب اطلق مسحة لم نختبرها من قبل. In Jesus' mighty name. في اسم يسوع المسيح. And we give God the praise and we give God the glory. Hallelujah. نعطي الرب كل المجد. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. مجد للرب. Today we are going to open our Bibles, beloved saints, to the book of Genesis. هنفتح مع بعض الكتاب المقدس على سفر التكوين. And we're going to open to Genesis chapter 37. 37. This afternoon we were speaking to you about the scepter of influence. النهارده هكمل واكلم معاكم عن قضيب التأثير. I believe on this trip more than any other trip we have ever taken to Egypt. بؤمن انه في الرحله دي اكتر من اي رحله تاني عملناها لمصر. That God is getting ready to open doors for you. انه الله مستعد وعلى وشك انه يفتح ابواب ليكم. That this is your time. وانه هو ده وقتكم. You have been tested and you have been tried. انتوا امتحنتوا الله امتحنكم وجربتوا. How many in this place have been going through a testing? Would you raise your hand?
كم واحد فيكو عدى في امتحان أو تجربة صعبة؟ ارفع إيدك. And how many of you say, God, what is going on? I don't understand this test. وكم واحد فيكو سأل الرب أنت يا رب واخدنا الفين إحنا مش عارفين أنت بتعمل معنا إيه في حياتنا؟ كم واحد؟ Sometimes we cry out and say, God, what is happening? Why is this happening? ومرات بنصرخ للرب ونقول له هو إيه اللي بيحصل وليه ده بيحصل؟ Are there any people here that are brave enough to say, I ask God why? هل في حد فينا شجاع بما فيه الكفاية انه يرفع ايده ويقول انا وقفت, وقفت وسألت الرب ليه بتعمل معايا كده؟ How many people here have asked God why? كم واحد فينا سأل الرب And ليه؟ And he said, Lord, I don't understand this. وقلت للرب انا مش فاهم اللي انت بتعمله. I also want to ask how many people in this room are going through something like you've never been tested before. كم واحد فينا معدي في تجربة او موقف صعب يعتبر من أصعب مواقف حياته ما عداش فيه قبل كده؟ Anyone? All right, let me just tell you something that the Bible teaches. عايز أقول لك حاجة من تعليم الكتاب المقدس. This test is for your best. الامتحان ده لصالحك لخيرك. God is going to bring something so marvelous out of this test. الحقيقة الرب هيجيب هيعمل شيء مذهل من خلال الامتحان ده والتجربة دي. Let me give you just a little example. خلينا اديكم مثال تاني. Before we look at Genesis 37, I want you to look to Genesis 22. قبل ما اروح لتكوين 37 And I want you to go to Genesis chapter 22 verse 1. خليني أقرأ معاكم تكوين 22 عدد 1. I am going to show you how God rewards when you go through a test. عايزة أوريكم الله بيعمل إيه لما إحنا نكون بنعدي في تجربة أو امتحان. Hallelujah. How many want to learn the art of passing the test? كم واحد فيكم تعلم فن اجتياز الامتحان؟ You're going through a test because God wants you to pass it. أنت بتعدي في امتحان لأن الرب عايزك تجتاز الامتحان ده. How many want to learn how to pass the test? كم واحد فينا بيتعلم في الامتحان ده إنه إزاي يجتاز الامتحان؟ It's the art of passing the test. حقيقة اجتياز الامتحانات والنجاح فيها ده فن. Anybody want to learn how to pass the test? حد فيكم بيتعلم الفن ده؟ You say what test, Dr. Corral? Sorry? What test, Dr. Corral? إيه نوع الامتحان ده يا دكتور كورال؟ Your life is a test. حياتك هي امتحان. And you go through testings in life. وطول حياتنا احنا بنعدي في امتحانات. And guess what? وعشان كده After the test there's a great reward. دايما بعد الامتحان في مكافأة عظيمة. I don't know about you but I want that reward. انا مش عارفة انت وضعك ايه لكن I want everything God's got for me. انا شخصيا عايزة المكافأة. I don't want to be denied anything. انا مش عايزة How حاجة تضيع مني. How many of you want everything God's got for you? Raise your hand. كم واحد عايز انه اللي مجهزه الله ما يضيعش منه؟ All right. Hallelujah. I'm going to teach you a little secret about the word test. هتكلم معاكم سر صغير عن معنى كلمة امتحان. Let's look at the 10th test of Abraham. خلينا نبص على امتحانات إبراهيم. Abraham was tested 10 times. إبراهيم تم امتحانه 10 مرات. But guess why? لكن ليه؟ Nobody gets a free pass to destiny. الحقيقة مفيش عندنا تصريح مرور مجاني عشان نتمم مقاصد الله. When God makes a promise, he's going to test you. لما الله يديك وعد لازم يمتحنك الأول. When God makes a promise, that means that that promise you have to go through a proving process. عشان تاخد الوعد لازم تعدي في مرحلة امتحان وتطلع كده منها نظيف عشان توصل للوعد بتاعك. Say this with me, a proving process to destiny. لازم في مرحلة للوصول للمصير أو للترتيبات الله And في حياتي. And it's worth it. It's worth it. والأمر يستحق. Because afterward, what you receive after you pass the test, you cannot compare. الحقيقة لأنه اللي هتاخده من الرب بعد ما تعدي امتحانك هو لا يقارن بالامتحان. So my assignment tonight. فالواجب اللي عايز أدهلكم النهاردة. Is to tell you your test is almost over. أو اللي الرب بعتني عشان أقوله النهاردة إنه تجربتك على وشك الانتهاء. I'm here to show you what God has prepared for you. وأنا كمان موجودة عشان أوري لك إيه اللي الرب مجهزه لأجلك. And I'm here to teach you how not to fail God. وأنا عايزة كمان أعلمكم إزاي لا تخزي الله. So that you pass the test and receive your reward. عشان لا تخزي الله فتعدي الامتحان بتاعك. Are you with me? If you are, say amen. وتاخد المكافأة.
أنتم عيا أقول أمين. Before we begin, I want you to look at 2 Corinthians chapter. I want you to look at 2 Corinthians chapter 4. I will quote it. You don't need to turn to it. 2 Corinthians chapter 4. كورنثوس الثانية أربعة. I do this because I have to be led by the Spirit. أنا يعني عمالة أنتقل لمواضع مختلفة من الكتاب لأنه يعني حسب ما الروح القدس يرشدني. Because there are some people in this audience when I'm delivering this message wonder why, how can we prove that I'm going to get a reward. لأنه في ناس وأنا عمالة أتكلم عمالة تقول يعني إزاي أعدي الامتحان وأخذ المكافأة. 2 Corinthians 4:17 says. كورنثوس الثانية 4:17 بتقول. For our light affliction is but for a moment. لأنه خفة ضيقتنا الأرضية. And it works for us. تنشئ لنا. It works for us. هي بتنشئ دي عملية بناء. Working for us means it benefits us. وتنشئ لنا دي معناها انه في فايده لينا. It works for us a far more exceeding eternal weight in glory. تنشئ لنا ثقل مجد ابدي. Say this with me, what I'm going through. قول معايا اللي بعدي فيه. Is working for my good. هو لصالحي. Say it with me, good is going to come out of this. قول كده امر صالح هيخرج من التجربه. Say this with me, destiny is going to come out of this. وانه تحقيق مصيري وهدفي الالهي هيحصل من خلال التجربه. Say this with me, purpose is going to come out of this. في هدف الهي من التجربه. Say something so great is going to come out of this. شيء عظيم سيحدث في حياتي بسبب التجربه. Romans 8:18. رومية 8:18 says, "For I reckon that the sufferings of this present time لأن خفة ضيقتنا الوقتية are not worthy هي مش مستاهلة to be compared هي لا تقارن with the glory بالمجد that will be revealed in us العديد أن يستعلن فينا. How many want the glory to be revealed in you? كم واحد عنده استعداد إنه المجد يستعلن فيه؟ Hallelujah. Did you know that when you are going through testings and you are following the will of God that your anointing increases? تعرف إنه لما بيبقى في وقت امتحان وانت ماشي ورا الرب في الوقت ده المسحة على حياتك بتزيد. Did you know that when you are going through testings and you say yes to the Lord that your territory increases? هل تعرف إنه لما بتعدي في وقت صعب وبتقول أنا موافق وماشي ورا الرب الرب بيوسع أراضيك. God has given you territory. الرب بيديك أراضي جديدة في حياتك. He's given you a calling. هو بيديك دعوة جديدة في الوقت ده. He extends your borders. ويبتدي يوسع دخولك. He extends your capacity. يوسع قدراتك. He extends your ability to reach others. ويديك قدرة أكبر إنك توصل لناس تانية. Somebody ought to say it's worth it all. حد يقول الموضوع يستحق إني أعدي فيه وأنجح. Say this with me, Holy Spirit, I want to pass the test. قول للروح القدس أنا عايز أعدي الامتحان والتجربة. Because my eyes are on the prize of the high calling of God in Christ Jesus. لأنه عيني على دعوة الله العليا في المسيح يسوع. Say this with me, I'm not looking to the things that are in the past. أنا مش ببص على الماضي. I'm pressing forward to the things that are before. لكني أسعى للأمام، أسعى للأمام. Say this with me. I'm getting up again. قول كده أنا بقف مرة تانية. And I'm making a comeback. وأنا هعود لمكاني. Hello, I said I'm making a comeback. أنا هرجع لمكاني. Somebody ought to tell their neighbor I'm coming back after this crisis. حد يقول للي جنبه أنا هرجع لمكاني تاني بعد الأزمة دي. Hallelujah. Say, I can prove it through God's word. Sorry. I can prove it through God's word. أنا يعني هقول لكم دليل من كلمة الله. Did you know that your tears were seeds? هل تعرفوا إنه دموعكم هي بذور؟ Seeds in the ground. هي بذور بتزرع في الأرض. To expand your territory. عشان توسع تخومك. Psalm 126. مزمور 126. I will quote it. Okay. Psalm 126. مزمور 126. 5 and 6. عدد 5 و6. They who sow in tears. إنه الذين يزرعون بالدموع. Are gonna reap in
in joy. يحصدون بالابتهاج. He that goes and forth and weeps. الناس اللي بتزرع لازم هتروح وتحصد. Bearing precious seed. لأنه الدموع بتاعتكم هي بذار سمينة. Your tears are seed. دموعكم هي بذار. Not seeds of death. مش بذار موت. Seeds of hope and seeds of promise. هي بذار أمل وبذار وعد. Seeds that God is going to increase you. بذار إن الله على وشك. God is going to bless you. ويباركك. God is going to reward you. ويكافئك. The Bible says, "They that sow in tears are going to reap in joy." والكتاب بيقول إنه اللي بيزرعوا بالدموع يحصدون بالابتهاج. He that goes forth weeping. الذاهب ذهابا بالبكاء. Bearing precious seed. حاملا مبذر زرعه. Will doubtless. هم دول بلا أي شك. Come again. هيرجعوا مرة تانية. That means come back. يعني ده معناه انه ترجع. That means come back after the crisis. ده معناه انه بعد الازمه ترجع That مره means bounce تانية. Back. انه في عوده في رجوع That means you are gonna come back again. ده معناه انه اكيد You're gonna get your life back. هترجع حياتك You're gonna هتسترد get your hope back. هتسترد رجائك You're gonna get your dream back. هتسترد احلامك You're gonna get your vision back. هتسترد رؤيتك You're gonna get your life back. هتسترد حياتك مره ثانيه The Bible says كتاب بيقول they will doubtless come again إنه بلا شك هيرجعوا rejoicing بالابتهاج bringing their sheaves with them وجايبين معاهم المحصول Do you know what those sheaves are? يعرفين إيه هو Harvest حصاد That's the sheaves that you pick off the ground. هو دول الحصاد اللي بتجمعه How many of you want harvest? كم واحد عايز حصاد How many حصاد? Of you want abundance? حد عايز How many حصاد? Of you want God's best? How many of you know that God is a good God? حد عارف ان الله And هو اله صالح. And he has ordained it just for you. وهو بيرتب الامور دي لاجلك. Okay, we're going to prove it now. في دليل من الكلمة. That is just the foundation. ده الاساس. Because there were some of you right now in this audience. لانه في بعض الناس منكم الحضور. Thinking, how can good come out of what I've been through? بيسالوا نفسهم ازاي اي شيء كويس يخرج من اللي انا بعدي فيه. We just read scripture upon scripture. عمالين نقرا مراجع و And God is not a man that he can lie. وأجزاء كتابية وأنا عايز أقول لك الله ليس إنسان فيكذب. Okay, so let's look at one of the greatest tests in the Bible. خليني أبص معاكم على واحدة من أعظم الامتحانات في الكتاب المقدس. Okay, Genesis chapter 22. تكوين 22. Okay. Do you want to learn the first secret in passing the test? عايزين تعرفوا ايه هو اول سر عشان اجتاز الامتحان او التجربه? How many want to learn this? كم واحد عايز يتعلم السر ده? Would you raise your hand? ارفع ايدك. Can you say this with me? Lord, teach me how to pass the test. اسال كده وقول للرب بصوت عالي يا رب علمني ازاي اعدي الامتحان. Okay. It's in one word. في كلمه واحده. The word is هنيني. اسمها هنيني. I will explain it to you. وهشرح معنى الكلمة دي لكم. Okay, go ahead and read chapter 22 verse 1. Okay. Only verse 1. أصح تكوين 22 عدد 1. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا. Okay, after these things God did test Abraham. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. I don't know how you say test in Arabic. مش عارف معنى يعني إزاي بتقولوا كلمة امتحان بالعربي. But in the original biblical language. لكن في اللغة الأساسية الكتابية. You say nasion. اسمها nasion. Okay, how do you say it in Arabic? امتحان. امتحان. Okay, well in the biblical language في اللغة الكتابية it is nasion اسمها nasion say it nasion قولوا nasion okay the reason I'm having you say it is because there is a secret in that word الحقيقة أنا مبسوطة إن أنتوا قلتوا الكلمة دي لأن في سر في الكلمة دي how many want to know biblical secrets كم واحد عايز تكشف لي الأسرار الكتابية you want to go deep into God's word لازم تدرس بعمق say, في الكلمة say I want to go way deep into the word of God قول كده أنا عايز أتعمق في كلمة الله okay. amen okay behind every biblical word there is a concept
الحقيقة ورا كل مصطلح أو كلمة كتابية في مفهوم معين. In English, we have a really very unarticulate language. الحقيقة أنا في الترجمات الإنجليزية بحسها مش قوية زي اللغة الأصلية للكتاب المقدس. Languages in the Middle East, I understand, are extremely definitive. وكمان بفهم كده إنه اللغات في الشرق الأوسط هي أكثر تحديدا في الوصف. But English is not definitive. لكن اللغة الإنجليزية برا إن كده تنقصها بعض الكلمات اللي تحدد المعاني. We do not have concepts behind our words. الكلمات عندنا في اللغة الإنجليزية ما تلاقيش في مفاهيم ومعاني وراء الكلمات. But there are three concepts behind the word. ناسيون. لكن كلمة امتحن ناسيون في ثلاث مفاهيم وراها. The first concept. أول مفهوم. Hidden in the word ناسيون is the word ناسا. أول كلمة أو أول مفهوم في كلمة ناسيو كلمة أو معنى ناسا. ناسا means to elevate. وناسا باللغة الأصلية معناها إنه يرفع. It means to go up like a rocket. إنه مش بس يرفع لكن شخص ينطلق زي انطلاق الصاروخ. Guess what? خمن. When you're tested. لما بتمتحن. The purpose of the test is to elevate you. الهدف من الامتحان إنه أنت ترتفع تنطلق. The purpose of the test is so that you go. Up to the next level. طالق للمستوى الثاني اللي الرب مرتبه ليه. How many want to go up? كم واحد عايز الرب يرفعه؟ Say thank you, Lord, help me pass the test. أشكرك يا رب لأني هعدي الامتحان. I want to go to the next level. لأني عايز أنتقل للمستوى الثاني اللي أنت مرتبه لي. So God allows you to go through the test. Because he wants to elevate you to the next level. الله بيسمح إن إحنا نجتاز الامتحان لأنه عايز يرقينا لمستوى روحي أعلى. Hallelujah! أمين. Somebody should shout the victory. أمين. There is another word hidden in the word nacion. في كلمة تانية مستخبية في كلمة nacion يعني امتحان. And that is the word nes. N-E-S. كلمة nes. I don't know how you say miracle in Arabic. معجزة. Okay, but in the biblical language, the word for ناس is miracle. في اللغة الأساسية كلمة ناس معناها معجزة. Okay, so we see that this particular word has hidden in it the root word ناس, which means miracle. فالكلمة فيها في يعني في الجذر أو في أصل الكلمة في كلمة ناس وناس بمعنى معجزة. That means your test is going to take a miracle and God's already promised he will give you the miracle. وده معناه ان امتحانك عشان تعديه انت محتاج معجزه والله وعد ان في معجزات مزخره لينا. So when you're going through a test God is saying I'm going to perform a miracle. فلما تعدي في امتحان الرب يقول لك هتمم معاك معجزه. And I'm going to bring you through it. والرب يجتاز بيك وتعبر الامتحان. The miracle is you're going to come out of it and get double for your shame. والرب يديك معجزة ويعوض ضعفين عن Somebody كل خزي. Somebody should shout the victory. حد فينا يقول انتصار. Okay, and the third word that we see in the word nacion. والكلمة الثالثة اللي موجودة في كلمة nacion يعني امتحان. We see a word related to it. في كلمة مرتبطة بالكلمة. And that is the word nacia. هي كلمة ناسية. And that means to go forward. ومعناها إنه تتقدم للأمام. So that means your test. وده معناه إنه امتحانك. It's going to bring you forward, not backwards. هياخدك امتحانك هياخدك لقدام. Your test is only going to bring you forward in God. هياخدك لقدام في العلاقة مع الله. Your test is going to bring you forward in the things of God. وهياخدك قدام في your أمور الله. Your test is designed to elevate you. امتحانك الله صممه. To bring you up to another level. عشان يرفعك عشان توصل and لمستوى. Your test أعلى. Has a miracle in it. God has performed a miracle on your behalf because of your test. في معجزة الله هيقوم بمعجزة ويتم وعشان تخرج من الامتحان. Somebody should say that's good news. حد يقول دي أخبار كويسة. Hallelujah. آمين. Now I'm going to tell you how to pass the test. حاجة تاني تساعدنا إن إحنا نجتاز الامتحان. Abraham is the example. إبراهيم هو نموذج. He didn't become the father of many nations just because he's Abraham.
الحقيقة إبراهيم لم يطلق عليه أب لجمهور كثير عشان بس هو إبراهيم. Okay, just say this. Biblical resume. السيرة الذاتية الكتابية. Say this resume is really an A plus. الحقيقة إبراهيم لما يكتب في السيرة الذاتية دي. This resume, it's fantastic. مش بس يعني هيعدي عليه صح ده ياخد A plus يعني ينجح بامتياز. How many of you would like to peek into his resume? كم واحد عايز ينجح بامتياز؟ And see why God blessed him so abundantly. عشان كده الرب بارك. And see why through him all nations of the earth shall be blessed. إبراهيم جدا عشان كده إنه من خلال إبراهيم. And see how God promised him. تتبارك جميع قبائل الأرض. And the same God who promised him promises you. وزي ما الله وعد إبراهيم هو كمان عايز يدينك وعد. Hallelujah! Somebody should give God praise and give God glory. Hallelujah! Glory to God. مجد للرب. Guess what? It's in the word. Notice, I want you to see in verse 1. خلي بالك في عدد واحد. Notice it said, after these things did God test Abraham. بيقول كتاب وحدث بعد هذه الأمور إن الله امتحن. It was not the devil who tested him. It was God. ما كانش إبليس هو اللي بيمتحن إبراهيم. Because God is going to elevate him. الله هو اللي هيرفعه. God is going to advance him. الله هو اللي هياخده لقدام. And God has a miracle for him. والله عنده معجزة مرتبها لإبراهيم. He's going to be elevated. هو هيرتفع. God is going to swear an oath. Sorry. God is going to swear an oath. والله وعد بوعد حلف الله. And he's going to give him a promise for his descendants. وإنه الله كمان حلف ووعد إنه الوعد ده هو لإبراهيم ولنسله. This is not just a promise for him. ما كانش الوعد بس لإبراهيم. It's going to be now a promise for all of his descendants. لكن الوعد الآن هو لكل نسل إبراهيم. Now can I tell you something? عايز أقول لكم حاجة. It's you're going to benefit from the promise. أنت كمان هتتبارك من الوعد ده. Why don't you look at Galatians chapter 3 really quickly? لما نبص على غلطية Everyone, 3. Put it up on the screen, please. At Genesis chapter, Galatians chapter 3. Everyone, look in your Bible. Please look in your Bible at Galatians chapter 3. And look at verse 29. غلطية 3:29. I want to see every Christian looking in their Bible. الحقيقة أحب كل شخص مؤمن حقيقي يبقى معاه كتاب ويبص فيه. I don't want you to say Dr. Corral said that, but I don't know where it is in the Bible. لأنه ما ينفعش تقول الرب قال بس أنت مش عارف هو قال فين في الكتاب. I want you to see I'm preaching to you the word of God. لازم كمؤمنين نبقى عارفين كلمة الله. I'm not preaching to you some doctrine. I'm preaching to you the Bible. أنا مش جاي عشان أعلمكم عن عقيدة أو لاهوت أنا جاي أعلم الكلمة. And as you hear these words, they are coming to you and becoming life to you. ولما بتسمع الكلمة، الكلمة بتتحول لشيء حي في حياتك. Galatians 3:29. غلطية 3:29. If you are Christ's, if you are Christ's. فإن كنتم للمسيح. Then you are Abraham's seed. فأنتم إذا نسل إبراهيم. And you are heirs according to the promise. وحسب الموعد ورثة. Okay, did you hear that? فهمت. Let's all say it. Go ahead and read it in Arabic and everybody will repeat it. خلونا نقراها ورا بعض جزء جزء. هقول جزء وانت تقول ورايا. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. آمين. Guess what? What were those promises? إيه هي الوعود؟ One of those promises. واحدة من الوعود دي. Is from this test in Genesis 22. هو الوعود اللي موجودة في هذا الامتحان في تكوين 22. الله قال. You passed this test, and I'm going to bless your descendants with your blessing, with your reward. لأنه أنت إبراهيم نجحت في الامتحان فأنا هباركك وبارك نسلك بالمكافأة بتاعة النجاح. And guess what that reward is? وعارفين إيه هي المكافأة؟ Your seed. إنه نسلك will possess هيمتلك the gates أبواب of his enemies. أبواب أعدائه. That means that the Lord says وده معناه إنه every battle you ever fight إنه كل حد انت خايف God promised to Abraham's descendants إنه رب وعد لنسل إبراهيم. And because of Christ we receive those promises. وإحنا كمؤمنين عهد جديد بسبب المسيح you will possess the gates of your enemies. إحنا بسبب المسيح That means God is going to make you the head and not the tail. نمتلك أبواب He's going to make you above and not beneath. Excuse me. نمتلك أبواب أعدائنا فنكون رأسا لا ذنب. That means you are going forward. Hallelujah. To win the battle. Hallelujah. فده معنى
اني همشي لقدام هتقدم للامام لاربح المعركه. Somebody should say my destiny. حد يقول كده مصيري. Is to possess. Sorry. Is to possess. اني امتلك. To the gates of my enemies. أبواب أعدائي. I will win every battle. أنا هنتصر في كل معركة. Hallelujah, because it's my inheritance in Christ. لأنه ده ميراثي في المسيح يسوع. حد يعظم الله. Hallelujah. Glory to God. مجد للرب. All right, now. What is the secret then? How do you pass the test? إزاي هو السر إني أجتاز الامتحان? After these things, did God test Abraham? بعد يقول الكتاب بعد هذه الأمور امتحن الله إبراهيم. And God said. والله قال. Abraham. إبراهيم. And he said. And he said. وإبراهيم قال. هنيني. هنيني. Here am I. ها أنا ذا. Do you know what that means? عارفين ده معناه ايه؟ God wasn't looking for Abraham saying, "Yoo-hoo, Abraham, where are you?" ربنا ما كانش رايح يدور على ابراهيم ويقول له ابراهيم انت فين انا مش شايفك. ما كانش القصه كده. Every time God called his name, لكن كل مره الله كان بينادي على ابراهيم. I want you to understand what here am I means. اعرف معنى كلمه هانذا معناها ايه؟ It means I'm ready. معناها انا مستعد انا جاهز. That means hallelujah before the Lord even told him what he wanted him to do. ده معناه انه حتى ما الرب يقول لابراهيم هو عايزه يعمل ايه. God didn't tell him what to do yet. ما كانش الرب قال له خد ابنك في الوقت ده. Before God asked him to take his son, his only son who he loves. قبل ما يطلب من الرب قبل ما يطلب الله من ابراهيم انه ياخد ابنه وحيده. Not after. مش بعد قال له هانذا. Every time God called his name. كل مرة الله كان بينادي على إبراهيم. I'm ready. قال له أنا جاهز. Are you ready? أنت جاهز؟ I'm ready, God, to do whatever you ask. هل جاهز إنه تعمل اللي الرب بيطلبه منك؟ I'm ready, God, to say yes to whatever you want me to do. أنت جاهز يعني وعندك استعداد تقول للرب أنا جاهز للي أنت عايزه؟ Lord, هنيني. جاهز تقول للرب؟ أنا مستعد. I'm yours. ها أنا ذا أنا بتاعك. Do with me what you want. اعمل معايا اللي أنت عايزه. You see, there were several individuals. في بعض الأفراد. That God said called their names. الرب ناداهم بأسمائهم. Do you remember right here? تفتكروا in this country? إنه هنا في مصر. There was a burning bush. كان في علاقة محترقة. محترقة. Out of the burning bush. والله كان في العلاقة المحترقة. The Lord said, Moses. والرب نادى على موسى. Moses didn't wait for God to tell him what to do. موسى ما انتظرش لغاية ما الرب يقول له تعمل ايه. He said, هنيني, here am I. What do you want me to do? قال له هانذا أنا موجود. I'm ready. I'm ready. I'm ready. أعمل ايه؟ Are you ready? أنا جاهز. أنا جاهز. هل أنت كمان جاهز؟ Hallelujah. I mean, another person said Hinini as well. شخص تاني قال هنيني ها أنا ذا. Down in Syria. في سوريا. There was a place called Damascus. في مكان اسمه دمشق. And there was a certain prophet. كان في نبي من الأنبياء. And his name was Ananias in Acts chapter 10. حنانيا في أعمال 10. Acts chapter 9 rather verse 10. أعمال 9:10. And the Lord said, Ananias. والرب قال له يا حنانيا. Guess what he said. عارفين قال إيه؟ هنيني. هأنذا. Now I want you to know every time each one of these said هنيني, whether it was Abraham. كل مرة الأشخاص دول ردوا على الرب وقالوا هأنذا سواء كان إبراهيم. Whether it was Moses. أو موسى. Or whether it was Ananias the prophet حنانيا النبي in Damascus, Syria. في دمشق في سوريا. Each one of them before God told them what to do, they said, "Here am I." قبل حتى ما الرب يطلب طلب منهم كانوا بيقولوا هأنذا. That means they were always ready to do God's will no matter what. وده معناه ان هم على اتم الاستعداد يتمموا مشيئة الرب بغض النظر هي فيها ايه. And each time each one of them said هنيني something marvelous happened. وكل مرة حد فيهم تجاوب مع صوت الله وقال هأنذا امر رائع معجزي حصل. And each time
Each one of them said, "Hanini, here am I." وكل مرة حد فيهم رد وتجاوب مع الله وقال ها أنا ذا. What God asked them to do was very difficult. اللي طلبوا منهم الرب كان صعب وصعب جدا. It was not easy. ما كانش سهل. For example, Ananias. على سبيل المثال حنانيا. Do you realize Ananias lived in the place of tremendous, tremendous opposition against his faith? هل تعرفوا ان حنانيا كان بيعيش في منطقة كان فيه مقاومة شديدة جدا لإيمانه فيها؟ Because Damascus became a place of great opposition against believers. لأنه دمشق كانت إحدى المدن اللي كان فيها مقاومة شديدة للمؤمنين. And a certain resident lived in Syria. وكان فيه واحد من المواطنين يعيش في سوريا. Whose name was Saul of Tarsus. اللي كان اسمه شاول الطرسوسي. He was not born. He was not born in his native background. He was born in Syria, and he spoke Greek as his main language. هو اتولد في سوريا لكن اللغة بتاعته كانت اللغة اليونانية. But he was a Pharisee. لكنه كان فريسي. And he had clout in Jerusalem. وكان عنده جماعة تخصه في أورشليم. And he hated all the believers. وكان بيكره كل المؤمنين. And so he was on an obsession to take the Christians who lived in Damascus. فكانت المهمة بتاعته أو المسؤولية بتاعته إنه يأخذ المؤمنين اللي بيعيشوا في دمشق. And bring them to be tried in Jerusalem. ويجيبهم لمدينة أورشليم عشان يحكموا. So that they would receive papers to be put to their death. وكانوا في أورشليم بيصدر عليهم حكم الموت. So the Christians in Damascus already were living in fear. فبالتالي نتيجة وجود شاول كان المؤمنين في دمشق بيعيشوا في خوف. Because it was a very serious time. كان وقت خطير جدا. And as the Lord appeared to Ananias. ولما الرب ظهر لحنانيا. And he saw in a vision. وشافه في رؤيا. The Lord called his name. ابتدى الرب ينادي على اسمه حنانيا. And he said, "Hanini." وقال له حنانيا. The Lord said, "Go down." قال له انزل. To a street called Straight. بعد ثلاث أو أربع شوارع. And there you will find وهتلاقي one named Saul of Tarsus. شخص اسمه شاول الطرسوسي. For behold. Sorry. For behold. لأنه انظر. He is praying. هو ذا يصلي. And Ananias said, "But Lord." وحنانيا قال له لكن يا رب. I have heard how many things this man has done against those who believe. أنا عارف إن في أمور صعبة جدا عملها هذا الرجل ضد المؤمنين. This would have meant he's putting his life on the line to do the will of God. وده معناه إنه حنانيا هيحط حياته على المحك عشان يتمم الأمر الإلهي والطلب منه. If you want miracles in your life, لكن لو عايز معجزات في حياتك. And you want to be used of God, وعايز تكون أداة في يد الله. It's going to cost you something. ده لازم هيكلفك شيء. And for Ananias, وبالنسبة لحنانيا, he had to step out in faith, كان لازم ياخد خطوة إيمان, and believe God, ويؤمن بالله, and go to Saul of Tarsus, ويروح لغاية شاول الطرسوسي. And when he went to him, ولما وصل له, he laid his hands on him, حط إيده عليه, and the blinders fell off Saul's eyes, وعين شاول المعمية, he received his sight again, ابتدى يسترد شاول بصره, because that Damascus road, لأنه في طريق دمشق, was a very, it was a road full of glory. هو الطريق طريق اللي مشي فيه حنانيا لغاية ما راح هو طريق مجد. Somebody might ask the question. جايز حد يسأل سؤال. Why did the Lord blind Saul's eyes on the Damascus road? ليه الرب أعمى عين شاول على طريق دمشق؟ The Bible says suddenly a light shone from heaven and he fell off his horse. الكتاب بيقول إن فجأة جه نور من السماء ووقع شاول من على الحصان بتاعه. That the glory shone on that road because that was a road where believers were tied to ropes and dragged to Jerusalem to be tried. الحقيقة الطريق ده بالتحديد طريق دمشق هو اللي كان بيتجر فيه المؤمنين من دمشق. So the glory. Yeah. من دمشق لأورشليم وهم مقيدين عشان يروحوا للمحاكمة في أورشليم. So the glory was already on that road. فالمجد بالفعل كان موجود على الطريق ده. Because footsteps لأنه
of the believers who have already trod that road. آثار أقدام المؤمنين موجودة على الطريق ده. So the Lord honored that road. الحقيقة الرب أكرم هذا الطريق. Because that was a road where they were dragged and tried in Jerusalem. لأنه ده الطريق اللي تربط وتقاد فيه المؤمنين عشان يتحكموا ويموتوا. And so Ananias, when he laid hands on Saul, لما حنانيا حط ايده على شاول, prophesied his whole ministry. وابتدى يتنبأ على كل خدمة شاول. You see, his Hanani, هنا حنانيا, he did not want to go. ما جايز يكون يعني but he is the one who spoke into the life of Saul, and he became Paul. راح وتكلم تنبأ على حياة شاول وتحول لبولس. And we see Abraham. وده اللي حصل. Abraham, before he said yes to God, قبل ما إبراهيم, I mean, always said yes to God first. Can we get some prayer, please? When he said yes to God, لما no, إبراهيم, I mean you guys. Yes, go لما, ahead. لما إبراهيم قال كده أنا هأنزه. Yes, that he, the Bible tells us that before he entered in to, before he was told by God what to do, قبل ما حتى ما الله يقول له تعمل ايه, he already said Hanini. قال حنيني هأنزل. And the Lord said, take your son, your only son who you love. والرب قال كده خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. And go to one of the mountains in the land of Moriah that I will show you. وروح على جبل المورية وخذ ابنك وهناك هقول لك تعمل ايه. And offer him there as a burnt offering. وقدم ابنك ذبيحة محرقة. Now I want you to understand, beloved. عايزي أحبائي تفهموا. I want you to understand that the Bible teaches us that as he took him, through those three things happened to him. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه Number one, he went ahead. إنه في ثلاث حاجات حصلوا. Because every test will advance you ahead. أولا إبراهيم تقدم للأمام لأنه كل امتحان ahead to the next level. هياخدك للمستوى الروحي التالي. Because that is when God sealed the oath that I will multiply your seed as the stars of the heaven and the sand of the seashore. لأنه الله وعد وحلف إنه يبارك نسل إبراهيم زي ويكون He did not need to take his son. ويكون زي نجوم البحر. That was the miracle. الحقيقة الله ما وعدش إنه ياخد The miracle was in the test. المعجزة كانت موجودة he في الامتحان. He went forward in the test. وإبراهيم تقدم في الامتحان. And that God elevated him. ولما تقدم الله Because كمان رفعه. Because every time you go through a test, لأنه كل مرة بتعدي you are elevated to the next level. رفعك للمستوى الروحي التالي. I want to conclude with this. عايز أنهي معاكو I want بالتالي. You to see Joseph. عايزكوا تفكروا في يوسف. Joseph who received his destiny in this land. يوسف اللي الله تمم المقاصد الإلهية من خلاله في هذه الأرض. Tonight I believe God is going to release destinies. النهاردة بصدق إن الله يطلق لينا المقاصد الإلهية. But I want you to understand also that Joseph's test. لكن لازم تفهم برضو إن يوسف for his best. امتحن. Who would ever think مين اللي يقدر يفكر that your brothers who hated you إنه أخوك ممكن يكون بيكرهك and sold you ويبيعك and brought you to a land ويجيبوك لأرض where you didn't know the language تعرفش فيها اللغة and you were made a slave وتبقى عبد and they never bothered to check on you وإن إخواتك حتى ما يتعبوش نفسهم and they lied to their father ويكذبوا كمان على أبوهم and told their father that showed him the bloody coat وكمان ياخدوا الرداء اللي ملطخ بالدماء ويوروه and made his father believe made their father believe he was dead ويخلوا أبوهم يصدق إنه ابنه مات But he was not dead. لكن الابن ما ماتش. And do you know that every single day, وكان عارف كل يوم, Jacob, when he saw that bloody coat, إنه لما يجي يبص على الرداء, the Bible tells us, if you look at Genesis chapter 37, تكوين 37, Genesis chapter 37, تكوين 37 Genesis chapter 37 the Bible tells us when they brought the bloody coat the Bible says in verse 31 عدد 31 in verse 31 they took Joseph's coat and killed a kid of the goats فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعز And they dipped the coat in blood. وغمسوا القميص في الدم. And they presented it to Jacob. وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم See وقالوا. See if this is your son's coat or not. وجدنا هذا حقق قميص ابنك هو أم لا. And he recognized it.
فتحقق وقال. And he knew that it was Joseph's coat. وقال قميص ابني. And the Bible tells us والكتاب يقول لنا that when he saw that coat, لما شاف الرداء, that he mourned. The Bible says here in Genesis 37 verse 35. عدد 34 تكوين 37 34. فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه اياما كثيره. Okay, and all of his sons and daughters rose up to comfort him. والمفروض يعني ان اولاده هم اللي يقفوا عشان. But he refused to be comforted. يعزوه. And he هو said, رفض انه يتعزى. And he said, I'm going to go down to the grave mourning for my son. وقال اني انزل الى ابني نائحا الى الهاويه. Did you know هل عارفين that every day when Jacob was crying, انه كل يوم لما كان يعقوب بيبكي, Joseph was in Egypt. يوسف كان في مصر as a slave. كعبد. But Jacob's tears لكن دموع يعقوب were strengthening Joseph over here. كانت هي سبب تقوية ان الله يقوي يوسف في مصر. There is no way Joseph could have made it. ما كانش في يعني اي حاجه تخلي يوسف ينجح. There is no way that Joseph could have gone through testing like this. ما كانش في اي طريقه تخلي يوسف يعدي امتحانات اللي عدى فيها. But every time Joseph went down, لكن كل مره كان يوسف يهبط, Joseph got back up. كان يرجع يقف مره ثانيه. Because his father was in another land, in Canaan. أبوه كان في ارض كنعان. And he was crying every day. وكان بيبكي وينوح لاجله كل يوم. His father's tears were keeping him alive. الحقيقه دموع ابيه هي اللي قبضته على didn't know that he was alive. لكن ما كانش عارف انه حي. But God used those tears for his glory. لكن الرب استخدم دموع يعقوب لاجل ابنه. Jacob did not know that those tears were actually being used to preserve his son's life in Egypt. وكان يعقوب مش عارف ان دموعه دي هي اللي هتحفظ ابنه يوسف في ارض مصر. You don't know what your tears are producing. الحقيقه انت مش عارف ايه هو الثمر دموعك. You don't know what you've been through and how God's going to use it for his glory. انت ما بتفهمش اللي بتعدي فيه هو ايه وازاي الله هيستخدم دموعك دي. And the day came that the test was over. جايز الامتحان ينتهي. The day came when Jacob's test was over. جه يوم لما امتحان يعقوب انتهى. And the day came when Joseph's test was over. وجه يوم لما امتحان يوسف انتهى. Suddenly, overnight. في ليلة, في لحظة. The day came and they pulled Joseph out of the pit. جه يوم وخدوا يوسف خرجوه من البير. Joseph also went to the prison for something he did not do. وراح كمان السجن يوسف لأجل حاجة هو ما عملهاش. And suddenly, in a moment, وفجأة في لحظة, after passing many tests, بعد ما يوسف عدى في امتحانات كثيرة, Joseph came up out of the pit in one day. خرج يوسف في يوم من الأيام. And in 24 hours, وفي 24 ساعة, he went from the pit to the palace. خرج من السجن إلى الملك. Because his test was over. لأنه امتحانه قد انتهى. He became ruler over the land of Egypt. وأصبح هو حاكم. Second to Pharaoh. على أرض مصر. Because his test was over. لأنه امتحان يوسف قد انتهى. He went through the test and he passed it. هو عدى في الامتحان ونجح. And it was worth the test. والموضوع كان يستاهل انه يجتاز الامتحان. See, the test seems like it never is going to end. وقد يبدو ليوسف ان عمر ما امتحانه هينتهي. For Joseph, his test was 13 years. ليوسف كان الامتحان بتاعه 13 سنة. He was kidnapped when he was 17. لما اخواته خطفوه كان عنده 17 سنة. But he became ruler over the land of Egypt when he was 30. ووصل للحكم في مصر لما كان عنده 30 سنة. And guess what? He died when he was 110. ولما مات يوسف كان عنده 110 سنة. So he lived all those years in blessing. هي عاش سنين طويلة في بركة. A few years in testing. وسنين قليلة في امتحان. You see, it's worth the test. الموضوع يستاهل ان احنا نعدي في الامتحان. Because the test is for your best. لانه بعد الامتحان جاي الافضل لحياتك. And what about Jacob? What about Jacob? ايه اخبار يعقوب؟ Every day crying. كل يوم. Every day saying, I'm going to go to the grave mourning for my son. كل يوم كده يقول انا هروح القبر بتاعي وانا بنوح على ابني. He had no closure to his pain. الحقيقه كانه يعني ألمه ليس له. They presented him a bloody coat. They didn't even say how he died. نهايه قدموا له كده قميص وما حدش قال له ابنه مات ازاي. In every single day agonizing for his son. كل يوم كان بينوح لاجل ابنه.
But the day came. لكن جه يوم. Joseph is alive. اكتشف ان يوسف ابنه حي. And he's ruler over the land of Egypt. وهو كمان مش حي بس ده حاكم. The day came. على ارض مصر جه يوم. That Jacob came to this country. انه لما جه يعقوب لهذه الارض. And he met his son right here. وقابل ابنه هنا في الارض دي. And when he saw his son, he fell on his son's neck. ولما قابل ابنه يقول الكتاب وقع على عنقه. And before he got here. وقبل ما يوصل هنا he had dreams. كان عنده أحلام. And the Lord appeared to him in the vision of the night. والرب ظهر لي في رؤى الليل. And said, Jacob, Jacob. وقال له يا يعقوب. Do not be afraid to go down to Egypt. إنك تنزل لأرض مصر. For you will see Joseph. لأنك هتشوف يوسف. And he will close your eyes. وهتغمض عينك تموت في الأرض دي. In other words, you are going to die in this land and your son will shut your eyes. وده معناها ان انت هتموت في ارض مصر وابنك هو اللي هيغمض عينك بعد ما تموت. You see how God turns things around? شايفين الله ازاي بيغير الامور؟ Every test كل امتحان brings elevation. وراه ترقية. You are elevated. في بتترقى. Every test you go forward. كل امتحان بتتقدم بعديه. And in every test there's a miracle. لقدام ومع كل امتحان في معجزة. God says tonight to many of you right now, the miracle is yours right now. Stand to your feet right now. الرب بيقول لك. And just receive from God this very moment. الرب بيقول لك ان اقف على رجلك النهارده. خلونا اللي حاسين فعلا الرب بيكلمهم اقف على رجلك واستقبل معجزتك. هللويا هللويا.